بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس اللي فات شفنا كيفاش نجيبو أو لا كيفاش نريكوبيرو دي زانفورماسيون على أي كلاس أو لا أي أوبجي أو لا أي تيب بلوتو. أي تيب كاين عندنا عرفنا كيفاش نجبدو دي زانفورماسيون منو. لحد الساعة شفنا فقط كيفاش ريكوبيرو لوبجي لانستونس نتاع لوبجي كلاس ديال لو تيب اللي كنخدمو به, وشفنا كذلك كيفاش ريكوبيريو دي زانفورماسيون بحال الباكيج, نعرفوا اشنا هو لو تيب نتاع هاد لو تيب نتاع هاد لاك, واش لاك واش كلاس واش انترفاس واش كلاس ابستري ايتترا. عرفنا كذلك دي زانفورماسيون على سوبر كلاس, ثم عرفنا كيفاش نجبدوا لي زانترفاس اللي كي اللي كات امبليمونطيو مع لو تيب نتاعنا او اللي كي امبليمونطيو مع لو تيب نتاعنا. مزيان, الو دابا غادي ندوزو لمرحله اخرى. اشنايا؟ حنا قلنا ان à partir Java réflexion, غادي نقدروا انستانسيو دي زوبجي, غادي نقدروا انستانسيو دي زوبجي ديناميكمون. الوغ حنا كنعرفوا في جافا باش انستانسي شي اوبجي خصني ندوز عن طريق الكونستركتور, ندوز عن طريق الكونستركتور. الوغ السؤال او اللي غنشوف هذا الدرس هذا هو غادي نشوفوا كيفاش ريكوبيري دي زانفورماسيون من لا كلاس او لا من لو تيب باش نعرف شنو هما لي كونستركتور. حيت يقدر يكون كونستركتور بار ديفو, كونستركتور دينيسياليزاسيون, يكون بليزيور كونستركتور على عند نفس لا كلاس. الوغ حنا في هاد لا فيديو غادي نشوفو كيفاش نجيبو او كيفاش نعرفو لي كونستركتور لي ديفيني في واحد لا كلاس, لا ليست لي كونستركتور كاملين, ومنها غادي نختارو اش من كونستركتور اللي غادي نتبازاو عليه باش نانستونسيو لوبجي. غادي نكريو واحد لا كلاس جديده اللي غادي نخدمو فيها واللي غادي مانيبيلو فيها l'utilisation ديال les constructeurs. Alors, new class, simula par exemple get constructor data from class object. Et toujours, غادي نجيبو les constructeurs انطلاقا من l'objet class. Alors, حنا درنا l'exemple 1, 2, donc هذا l'exemple numéro 3. غادي نأجوتيو لا ميثود main. بارفي. الوغ حنا عندنا بليزيور تيب, بروفيسور, بيرسون, ايتترا. دونك حنا في هاد لا بارتي غادي نمانيبيلو لوبجي بروفيسور, نفس الشيء اللي درنا في الدرس اللي فات. دونك باش نختصر الوقت غادي ريكوبيري هاد لو بوت كود. الوغ وما ننساوش حنا حلينا هنا تراي, خصنا نسدو تراي كاتش. الو انا كبرت لاطين تاع الخط, دونك غادي نسدو كاتش. حنا قلنا لو تيب ديال ليكسيبسيون هو نوت فايل نوت فاوند اكسيبشن, فايل نوت فاوند اكسيبشن. دكا الو كلاس باردون كلاس فايل نوت فوند اكسبشن في لوكان تاع لي لكن كان مانيبيلو دي فيشي. طيب دونك دابا اش غادي نديرو؟ غادي ندوزو ليطاب اخرى, ليطاب الاولانيه باش نعرفو لي كونستركتور. الوغ غادي نستخدمو لا كلاس كونستركتور. لاحظنا كونستركتور كاين في الباكيج جافا بوان لونغ بوان ريفلكت. اوكي غادي نسميو كونستركتور, كونستركتورز ايغال, ثم غادي نستخدم ثم غادي ناخذ هذا لوبجي كلاس, ثم غادي نعيط على لا ميثود جيت كونستركتور, جيت constructors. Alors, on va dire ajouter S. Il y a plusieurs méthodes. L'appel d'aller constructeur. Alors, on a un certain nombre d'erreurs. Les constructeurs, on va dire retourner les tableaux. Là, on va dire retourner les tableaux. Donc, je vais dire, on va créer tableau de les constructeurs. Tableau de les constructeurs.